تتجدد من هذا الموقع الرياضي ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث تتواصل هجن أصحاب السمو الشيوخ بالانطلاقات شوطا يتلو الآخر في هذا اليوم الخاص بانطلاقة سن الإيداع ضمن سنن الهجن العربية الأصيلة. انطلق الشوط 13 في مجموعة أشواط هذا الصباح الخاص بالابكار الإيداع المحليات الأصائل المنطلقة أمام الجميع بوجود هذه الأعداد التي أيضا حضر بها المضمرين للانطلاق ولتحقيق نقاط ذهبية التي تراقبها الأعين من مشجعي هجن أصحاب السمو الشيوخ. انطلق هذا الشوط وفي المركز الأول الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة قياث الهلالي هي من تتواجد على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، حيث تصل في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حمد بن علي بن عامر العويسي، بينما المركز الثالث تصل مشاهدين الأعزاء من الجانب الآخر متقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع، أو تدخلت شاهينية من هجن ند الشباب سالم سعيد في عملية التضمير. المركز الرابع هي الظبي أيضا من هجن البشاير تأتي في المركز الرابع، جاسم بن قبيلي المحاربي يأتي أيضا من خلال انطلاقة الظبي في المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم فيه الشاهينية من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يأتي في هذا الانطلاق. والمركز السادس وصلت أيضا الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجب بن علي القيلاني يتولى عملية التضمير، بينما المركز السابع تصل كذلك الشاهينية من هجن العاصفة قياد الهلالي في عملية التضمير. المركز الثامن تتواجد كذلك الهبيبة لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير. والتاسع تتواجد بنت صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري ياتي في عملية التضمير. وتصل عاشرا هي وقار من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي في عملية التضمير. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة والأسماء الأولى المنطلقة أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق، حيث نراقب أعداد كبيرة وكثيرة خلف العشر المراكز المتقدمة. تتضح الصورة لمتابعي قنوات أيضا دبي ريسنج وقناة ياس والقنوات الأخرى الناقلة لهذا الحدث، ولكن فقط يسمح النداء للعشر المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة، نعود إلى هجن ند الشبا التي بدأت تسيطر من خلال انطلاقة شاهينية مع قياث الهلالي ياتي أيضا بمتابعة وتضمير هذه الهجن التي تمتلكها هجن العاصفة، حيث تتقدم في أولها الشاهينية التي تحتل الصدارة وتنطلق بالمركز الأول. هجن ند الشبا تأتي في المركز الثاني تتقدم مع وجود الشاهينية، وكذلك العايدة ملكتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر سالم سعيد يأتي بانطلاقة هجن ند الشبا خذت المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه هي هجن الرياسة تتقدم مع وجود وانطلاقة مشاهدين الأعزاء الشاهينية بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ياتي في عملية التضمير، بينما المركز الرابع تحركت مياسة واخذت المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. حمد بن علي بن عامر العويسي ياتي ايضا شاعر النجوم الخمس متابعا بوجود مياسة لتتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس بنت صوغان تصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. هذه بنت صوغان تتقدم في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري ياتي في عملية التضمير. المركز السادس تصل هجن العاصفة مقدمة شاهينية خذت المركز السادس مع غياث الهلالي، بينما المركز السابع تتواجد شواهين، هذه هي بأول نداء لها، أول نداء لشواهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. خليفة بن سلطان بن رشيد ياتي بعملية التضمير، كذلك تتقدم الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن عتيق بن عمير العميمي ياتي بعملية التضمير.
هجن العاصفة تاتي أيضا مقدمة شاهينية، خذت التاسع وغيرت إلى الثامن، غيرت إلى الثامن الشاهينية من هجن العاصفة مع غياز الهلالي، بينما المركز التاسع مقرية تاتي أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري تتواجد تاسعا. عاشرا تصل أيضا شروق لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يأتي في عملية التضمير. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال وجود هذا الشوط الذي يسير بركود وهدوء حتى الآن ما بين الإذاع، ما بين الإذاع أنقضن مشاهدين الأعزاء 4 كيلومترات انتهن وتخلصنا منهن، متبقيات كيلوين، كيلوين بالنسبة للمضمرين المهتمين بالكيلوين الأخيرين وآخر الأمتار. سوف يأتي الكل حاضرا بتقدم وانطلاق نحو المراكز المتقدمة. هنا نعود إلى هجن العاصفة، هجن العاصفة ما زالت تقود الشوط، ما زالت تقود الشوط بوجود الشاهينية مع قياد الهلالي الذي يخطط للشوط ولانطلاقه من خلال تواجد بعض من الأسماء في مقدمة الشوط والبعض الآخر لم يصل أيضا إلى العشر المراكز المتقدمة. هذه خطط المضمرين. الله، بينما المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، وصلت الشايبة، وصلت الشايبة في عز شبابها، في عز شبابها في سن الإذاع. هذه الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا تتقدم مع مشاهدين الأعزاء. سيف بن عتيق بن عمير العميمي يصل في المركز الثالث، بينما هجن العاصفة تصل في المركز الرابع وتقدم الهجن العيناوية، تقدم الهجن العيناوية من الجانب الآخر. هذه هي سرابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الينيبي، ولكن العاصفة يبدو أنها تعصف في أرضية هذا الميدان من خلال وجود عدة أسماء، وهي 4 أسماء ضمن المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. خلاص خلاص خلاص، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، هجن العاصفة، الهجن العيناوية. هنا هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هجن الرياسة تصل مع العملاق، تصل مع العملاق وقار لهجن الرياسة. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي خذت الخامس، ولكن يبدو أن الشوط عاصفي، يبدو أن الشوط عاصفي حتى الآن من خلال ملامحه بوجود هجن العاصفة بالمركز الأول والثاني مع أيضا قياد الهلالي يقدم الشاهينية والشاهينية في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. الله، راحت الشاهينية بالمركز الأول، راحت الشاهينية بصدارة هذا الشوط، بدأت بانطلاقها، بدأت بإبداعها. هجن العاصفة تتقدم كعادتها، هجن العاصفة تسيطر على المراكز الأولى من خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع القوي، ترقب في تحقيق نقطة سادسة في أشواط صباح هذا اليوم. هذه هي هجن العاصفة تتقدم مع الشاهينية، تتواجد بالمركز الأول. بسم الله تبارك الله، شوف العاصفة وإبداعها بجماهيرها ومحبيها الذين تواجدوا في أرضية هذا الميدان، مشجعيها خلف الشاشات تعصف في أرضية هذا الميدان بستة أشواط حتى الآن. شكرا غياث الهلالي، قدمها بالمستوى الرائع المرضي لجماهير العاصفة. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ثانيا لهجن العاصفة، ثالثا الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، رابعا وخامسا العاصفة التي أتت أيضا بأربعة أسماء في الخمس المراكز الأولى خلال هذا الانطلاق. شكرا يا قيات من قدمها أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذه لحظات وصول هجن العاصفة إلى خط النهاية التي أدت الأداء المميز بالنقطة السادسة في صباح هذا اليوم. التوقيت الزمني للشاهينية 9:04:04 من الثانية. تهانينا والناموس، بينما من أتت ثانيا كذلك هجن العاصفة مع وجود الشاهينية أتت في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. بتوقيت زمني صاحبة المركز الثاني يا مخرجنا، خلاص هذه صاحبة المركز الثاني 9:06 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس، بينما ثالثا كانت الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن عتيق بن عمير العميمي، قدمها أيضا بمنافسة قوية بتوقيت زمني مقداره 9:06 5 أجزاء من الثانية.